لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن الذكر كذلك ما تعلق بدفع أثر السحر والعين والحسد، يعني أن السحر والعين والحسد هذه أمراض فتاكة، إذا أصيب بها الإنسان فإنها تضره ضررا بالغا، حتى أن هذه الأمراض الفتاكة قد تقتل الإنسان أو تؤثر على بدنه أو تؤثر على عقله. قد يصل أثر السحر أو أثر العين والحسد إلى أن يقتل أو أن يجعل بالإنسان ضررا شديدا في بدنه أو في عقله أو فيما بينه وبين أهله وعشيرته ونحو ذلك. ولذلك يحتاج المسلم أن يتعرف على الأسباب التي تقيه من آثار هذا أو هذه الأمراض الفتاكة أو هذه الأدواء التي تصيب الإنسان وتضر به ضررا شديدا، وهي السحر والعين والحسد. وإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن هيأ الله سبحانه وتعالى لهم أسبابا مباركة وأمورا نافعة يندفع بها عن المسلم شر هذه الأدواء: السحر، العين، الحسد. فالله عز وجل هيأ له من الأسباب ما إذا باشره اندفع عنه آثار هذه الأدواء التي تسبب للإنسان ضررا عظيما. وقد أجمل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذلك في 10 أسباب عظيمة، إذا قام بها العبد وطبقها زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر. والحقيقة ما أحوجنا إلى التعرف على ذلك مع كثرة السؤال عن ذلك في هذا الزمان. ما أكثر ما تسمع هذا السؤال في هذا الزمان، كثير من الناس يأتيك ويسألك السؤال ويشكو لك أثر سحر، أثر حسد ونحو ذلك. وبعض الناس ربما لا يعرف أنه أثر سحر أو أثر حسد وعين ونحو ذلك، وإذا حكى لك وذكر تتحقق بعد ذلك أن هذا الذي نزل به ما هو إلا أثر سحر أو عين أو حسد. كيف يتقي الإنسان ذلك؟ وكيف يتعامل مع هذه الأمور إن نزلت به؟ يعني إذا أصيب الإنسان بمثل هذه الأدواء الفتاكة، السحر، الحسد، العين، كيف يفعل وما هو الواجب عليه عند ذلك؟ أجمل العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ذلك في 10 أسباب إذا باشرها العبد المسلم عافاه الله عز وجل من ذلك ودفع الله عز وجل عنه شر ذلك، أي شر السحر والعين والحسد. نذكر منها اليوم بإذن الله تعالى 5 أسباب ونستكملها إن شاء الله تعالى في مرة قادمة. أما السبب الأول فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: التعوذ بالله من شره والتحصن
به واللجوء إليه، كما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أول الأسباب التعوذ بالله سبحانه وتعالى من شره، يعني من شر هذا الحاسد، من شر هذا العائن، من شر هذا الساحر، التعوذ بالله من شره، والتحصن بالله عز وجل واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، على خلاف ما يقع فيه كثير من الناس. ما إن يعرف أنه أصيب مثل ذلك حتى تراه يتعوذ والعياذ بالله بالسحرة أيضا، أو يتعوذ بالكهنة والمنجمين والكذابين، ويذهب إليهم ويقول لهم: ارفعوا عني ما أنا فيه، انظروا لي في سبب يرفع عني ما أنا فيه، ونحو ذلك والعياذ بالله. أما العبد المسلم، أما العبد المؤمن، فإنه يتعوذ بالله عز وجل، وإنه إذا تعوذ بالله تعالى كان في حصن حصين، والله تعالى سميع لمن استعاذ به، عليم بما يستعيذ منه، قادر على كل شيء، وهو وحده المستعاذ به، لا يستعاذ بأحد من خلقه ولا يلجأ إلى أحد سواه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويحميهم من شر ما استعاذوا من شره. ولذلك حقيقة الاستعاذة هي الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويحميك منه، هذه حقيقة الاستعاذة. ما معنى يستعيذ بالله؟ يعني هو يخاف شيئا فيريد أن ينجي نفسه فيهرب إلى الله عز وجل ليحميه من هذا الشيء، هذا معنى الاستعاذة، أن يلجأ إلى الله ويتحصن بجناب الله عز وجل في مواجهة خصمه، في مواجهة عدوه، أعوذ بالله، أنا متحصن بالله، فيتعوذ بالله أولا. هذا أول الأسباب وأعظم الأسباب. من يخاف حسدا، من يخاف سحرا، من يخاف عينا، أو من أصيب بحسد أو سحر أو عين أو نحو ذلك، عليه أن يتعوذ بالله ويلتجئ إلى الله، لا يلتجئ إلى الخلق، بل بعضهم والعياذ بالله يلتجئ إلى الخلق، بل إلى الكفر من الخلق، كما تسمع بعضهم أحيانا يذهب إلى الكنيسة وإلى القس ويقول له: ابحث لي عن سبب يرفع عني ما أنا فيه، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك فالتعوذ لا يكون بالناس، لا يكون بالبشر، إنما يكون بالله تعالى، تدخل في حصن الله تعالى، وهذا عمل قلبي في المقام الأول، عمل قلبي. يعني بعض الناس ربما يقول: تمام، يعني كيف التعوذ؟ يعني شكلها ايه المسألة دي؟ يتعوذ بالله، ايوه انت بتقول يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، يعني ازاي الحكاية دي؟ هذا عمل قلبي، وهو ان تسلم قلبك لله سبحانه وتعالى، وتجعل الامر لله تعالى في ان يحميك من هذا الذي انزل بك الضرر، سواء كان ساحرا او عائنا او حاسدا، فإنك تتعوذ بالله، تربط قلبك بالله، تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأنت في ذلك تعتقد أن الله تعالى نعم من تستعيذ به ونعم من تلتجئ إليه. أما السبب الثاني فهو تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. يبقى الأول استعاذة بالله تعالى، الثاني تقوى الله تعالى وحفظه سبحانه وتعالى عند أمره ونهيه. بتعبير بسيط جدا وأقرأ بعد ذلك: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. يعني بتعبير عامي بسيط جدا، الناس يقولون اللي يقدم السبت يجد الأحد، يعني عندنا في بلادنا هنا نقول مثال: اللي يقدم السبت يجد الإيش؟ يجد الأحد. فأنت إذا
حفظت الله حفظك الله. أنت إذا حفظت الله يعني حفظت أمره ونهيه واتقيت الله عز وجل، إذا نزل بك مثل ذلك حفظك الله سبحانه وتعالى. إذا حفظت الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهكذا إذا جاء الساحر يجعل لك سحرا، الله يحفظك. إذا نظر إليك العائن أو الحاسد، الله يحفظك. لماذا؟ لأنك حفظت الله عز وجل. وحفظ الله يعني ماذا؟ يعني أن تحفظ أوامره ونواهيه، يعني أن تكون في طاعة الله عز وجل في أوامره ونواهيه، تتقي الله تعالى، تخاف من عصيانه، يقول لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. فإذا كنت لله عز وجل حافظا، أي حافظا لأوامره ونواهيه، فإنه يحفظك عند نزول البلاء بك، عند نزول البلاء بك. وهذا شيء موجود في الخلق ببساطة جدا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني لو أنت مثلا أديت إلي أنا معروفا، أنت كنت أنا في مأذق يوما ما، فأنت نجيتني من هذا المأذق، فجاء يوم أنت في مأذق، الإنسان الشكور ماذا سيفعل عند ذلك؟ سيؤدي له ما فعل. فكيف بالكريم سبحانه وتعالى؟ أنت إذا حفظت أمره وأطعته في أوامره ونواهيه فإنه يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أينما سرت فالله عز وجل يحفظك. لماذا؟ لأنك تحفظ أوامر الله ونواهيه. قال السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى حفظه ولم يكله إلى غيره. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف وممن يحذر. أما السبب الثالث فهو الصبر على عدوه. احنا قلنا سببين: السبب الأول الاستعاذة بالله، السبب الثاني تقوى الله وحفظ أوامره سبحانه وتعالى، أو حفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ أوامره ونهيه. السبب الثالث الصبر على عدوه. قال: ألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. وكلما زاد بغي الحاسد كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه، يقاتل بها الباغي نفسه وهو لا يشعر، فبغيه سهم يرميها من نفسه إلى نفسه. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإذا صبر المحسود لم يستطل الأمر نال حسن العاقبة بإذن الله. كلام ابن القيم هذا كلام يعني عظيم جدا. يقول: السبب الثالث الصبر على عدوه. مين عدوه؟ الساحر، العائن، الحاسد. هو يعرف أن جهة ما أو شخصا ما هو الذي أصابه بالسحر أو بالعين أو بالحسد أو نحو ذلك، فهنا يكون من أعظم الأسباب التي يدفع بها ضرر عدوه الصبر عليه.
ألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. لماذا هذا؟ لأن الحاسد خصوصا، يعني من أنواع الأعداء التي ذكرت، الحاسد خصوصا يحب أن تظل أنت إيش؟ مشغول به. كلما انشغلت أنت به هو يشعر بماذا؟ أنه انتصر وأنه فعل بك وفعل. إنما أنت إذا أشعرته أنه لا وجود له ولا أثر لما يفعل فإنه يموت غيظا ويظل يأكل بعضه بعضا. ولذلك الصبر على عدوك الحاسد الساحر العائن نحو ذلك. السبب الرابع قال التوكل على الله. قال التوكل على الله، احنا قلنا ثلاثة أسباب، ها، الاستعاذة بالله، ها، تقوى الله وحفظ أوامره، ها، الصبر على عدوه. الرابع قال التوكل على الله. السبب الرابع التوكل على الله. إذا أصابك إنسان بسحر، بعين، بحسد، من أعظم الأسباب كذلك التي تدفع عنك ذلك توكل على الله. قال فمن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدو. إذا كان الله هو الذي سيتكفل بحمايتك، هل يقدر أحد أن يفعل بك شيء؟ ولذلك من يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني ماذا؟ كافيه. الذي يتوكل على الله الله يكفيه. الذي يعلق قلبه بالله عز وجل ويفوض أمره إليه الله يكفيه ويحفظه من عدوه. قال ولو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. لو الخلق جميعا كادوا لهذا العبد لن يقدروا، لن يستطيعوا أن ينزلوا بهذا العبد ضررا، لأن هذا العبد في كفاية من؟ في كفاية ربه سبحانه وتعالى. هذا العبد فوض حمايته لربه سبحانه وتعالى، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذلك من أعظم الأسباب أن تتوكل على الله تعالى. كثير من الناس إذا أصيب بسحر أو عين أو حسد أو نحو ذلك تراه كلما سمع عن سبب من الأسباب عند أي مخلوق يذهب إليه ولو كان كافرا، يذهب إليه ونحو ذلك، وينسى أن يعلق قلبه بالله تعالى، فيشرع في الأسباب وفي ذات الوقت يعلق قلبه بالله ويفوض أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. السبب الخامس قال فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. يقصد شر الساحر، شر الحاسد، شر العائن. إنه كثير من الناس يظل مشغولا بهذا العائن والحاسد وكذا ولا يستطيع أن يعيش، كل حركاته مضطربة. لماذا؟ لأنه مشغول بالحسد والعين والكذا ونحو ذلك. ترى كثيرا في النساء خصوصا هذا، تراها لا تخرج الولد من البيت. لماذا؟ لأن هناك حاسد في المكان الفلاني، لا يمرون من الشارع، لا يفعلون كذا، لا يسوون كذا. لماذا؟ يخافون هذا الحاسد، يخافون هذا العائن ونحو ذلك. فترى مشغولا شغلا عظيما بهذا الحاسد وهذا العائن ونحو ذلك. فمن الأسباب التي يدفع الإنسان بها عن نفسه فراغ قلبه من الاشتغال بهذا الحاسد هذا العائن. لا لا لا، ما ينبغي أن تملأ قلبك بهذا
الحاسد وهذا العائن وتشغل بالك به إلى هذا الحد أنت تشرع في الأسباب التي تحصن بها نفسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت في حفظ من ربك إن توكلت عليه وبشرت الأسباب كما سيأتي في بقية الأسباب، بشرت الأسباب من ذكر الله والتحصن بالأذكار والدعاء وغير ذلك، وتمشي في الأسباب المشروعة. ومنها الإخفاء لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لا مانع أن أكتم نعمي عن الحاسد، لا مانع، لكن أشغل نفسي بالحاسد في كل لحظة. وذلك تجد بعض الناس حياته كلها كل ما يكح يبقى في حد حسده، أو كل ما مش عارف ظهره يوجعه يبقى في حد عمل له سحر، كل ما دماغه تصدع شوية فلان عمل له سحر، كل ما بطنه توجعه شوية أنا معمول لي سحر، كل ما محدش ما يجيلهاش يخطبها يبقى معمول لها سحر، وهكذا مشغول وينسى حفظ الله وينسى الأسباب التي تقدمت وما يأتي إن شاء الله تعالى. هو مشغول فقط بالإيش؟ بالحاسد، بالعائن، بالساحر ونحو ذلك، وينسى هذه الأسباب العظيمة. فمن الأسباب التي يدفع بها ذلك أن يفرغ قلبه من هذا الحاسد أو العائن أو نحو ذلك، فلا يخافه ولا يلتفت إليه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره، فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم يقدر عليه. يعني المثال يقول هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه. واحد عارف أنه له عدو، العدو ده يعني يريد أن يشاكله ويشتبك معه ويحدث معه أي مشكلة لأجل أن يضره. في هذه الحال العاقل ماذا يفعل؟ العاقل ماذا يفعل؟ يتجنب هذا، هو يجيله من هذا الباب يكون هو من باب آخر. إنما هذا العدو عايز إيه؟ عايز بالتعبير العام بتاعنا احنا يجر شكلك، هو عايز يجر شكله. يعني الحاسد العائن كذا هو عايز يختلط بيك ويحتك بيك ويجعل أسباب الاحتكاك بيك بأي وسيلة ليضرك. أنت لا تنشغل به أصلا ولا تشغل قلبك به، وهذا بمثابة من الذي يشاكله عدوه ليصل إليه. لا لا، أنت أصلا مش موجود هنا أصلا، ولذلك يخرج أصلا من قلبه وعقله ويسعى في الأسباب التي تقدمت. وبقية الأسباب يأتي عليها الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من السحر والحسد والعين، وأن يحفظ المسلمين وأن يحفظ بيوتهم وأولادهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.